الآن إلى الأخبار الاقتصادية، حيث أصدر وزير الصناعة والتجارة مدني عباس مدني قرار بالرقم 18 للعام 2019 بتشكيل الغرفة المركزية برئاسة وكيل وزارة الصناعة والتجارة بهدف ضمان استقرار إنتاج وتوزيع الدقيق وانسيابه للمخابز في الولايات المختلفة. وعلى صعيد آخر، ترأس وكيل وزارة الصناعة والتجارة محمد علي عبد الله الاجتماع الأول للغرفة المركزية لإدارة توزيع الدقيق المدعوم بحضور عدد من الجهات ذات الاختصاص. واستعرض الاجتماع اختصاصات الغرفة المتمثلة في حصر المخابز العاملة في البلاد من حيث العددية والنوعية وتحديد الكميات المطلوبة لكل ولاية بمحلياتها المختلفة، هذا بجانب تحديد المطاحن العاملة تحت منظومة الدقيق المدعوم وحصصها لكل ولاية، وكذلك إلزام المطاحن بوضع خطط التوزيع حسب الحصة المقررة لكل مطحن، بالإضافة إلى تأمين الطاقة. هذا وانعقد بوزارة الصناعة والتجارة اجتماع المجلس القومي لتنمية الصادرات على المستوى، وقد استعرض الاجتماع السياسات الخاصة برسم ووضع البرامج الكفيلة بتحقيق أهداف الصادرات، بجانب تقييم سياسات التجارة الخارجية والعمل على تنسيق السياسات المالية والنقدية بما يحقق تنمية الصادر، وكذلك تحديد معوقات تنمية الصادرات وتقديم الحلول اللازمة لها ودعم أنشطة القطاع الخاص المرتبطة بتنمية الصادرات. أكد مدير شركة سودا مين مكي عمر صالح عن قيامهم بتأهيل مصنعين تمتلكهما الشركة لمعالجة مخلفات التعدين بمنطقة أبو حمد بولاية نهر النيل، وأشار عقب لقائه وزير الطاقة والتعدين عادل علي إبراهيم إلى أن شركته تمتلك مصنعين، مصنع بسعة معالجة لمخلفات التعدين تصل إلى 300 طن، بينما تبلغ سعة المصنع الآخر 200 طن، مضيفا أن نسبة الاستخلاص في المصنع تصل إلى 95% ذهب صافي. وتوقع مكيا يصل الإنتاج في العام 2020 إلى طن ونصف طن من الذهب. وأشار في الوقت ذاته إلى بدء العمل في مواقع جديدة داخل مربع الامتياز الذي تمتلكه الشركة قريبا، وأشار إلى أن نسبة الخام في مربع الامتياز تصل إلى 12.5 طن ذهب. وكشف مكي عن تفاهمات بين الحكومتين الصينية والروسية لإيجاد بدائل استخدام الزئبق في عمليات استخلاص الذهب في التعدين التقليدي، خاصة وأن السودان مواجه بإيقاف استخدام الزئبق بحلول النصف الأول من العام المقبل، وفقا لاتفاق اتفاقية مياناماتا التي صادق عليها السودان والتي تنص على وقف استخدام الزئبق.